السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا أعزائي أولياء الأمور مع موقع نذاكر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس مهم جدا، وهو ضرب الكسور والأعداد العشرية في 10 أو 100 أو 1000. لو عندي مثال بالشكل اللي قدامي ده وقال لي أوجد ناتج 35 و 321 من 1000 في 10، طبعا مسألة سهلة جدا وبسيطة. طبعا بما ان العلامة دي علامة ضرب، فالعلامة العشرية دي او الكومة هتتحرك ناحية اليمين، ناحية اليمين الناحية دي هتتحرك كام مرة؟ هتتحرك كام مرة؟ ده بيكون بناء على عدد الاصفار اللي عندي. بما ان دي 10 فهو 0 1 صفر واحد، اذا العلامة بتاعتي هتتحرك ناحية اليمين علشان ده ضرب، وتتحرك كم مرة؟ تتحرك مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط، لان هنا 0 1، فالناتج بتاعي هيكون بيساوي العلامة بتاعتي اتحركت مرة هتيجي هنا، اذا الناتج بتاعي بيساوي 353 و21 من 100. تمرين، عاوزينكم ان شاء الله تشاركونا حل المسألة دي في الكومنتات، وتقول لنا ازاي شرحتها لابنك او بنتك. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان يوصل لآباء وأمهات أكتر ويفيدهم في المذاكرة مع أولادهم. وياريت تعمل متابعة لقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي اللينكات عندك في وصف الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.